مكونات يخني دود بشم على رز: 250 جرام بصل، 250 جرام بطاطا، 250 جرام باذنجان، 300 جرام لحم مفروم، 300 جرام طماطم مطحونة، 30 جرام صلصة الطماطم، 20 جرام نعناع، 50 جرام صنوبر، 50 جرام عصير ليمون، مكعب مرقة اللحم عدد 2، قرفة ناعمة رشة، ورق غار عدد 2، ملح حسب رغبة، وبهار حلو رشة. لك يا مشاهدينا أكيد الشوربة صارت خالصة، أم علي بالفرن ملاحظين ما عم ناخد وقت كتير بالتحضير. يا سلام شو الريحة الحلوة. نحن هون عنا الهاند بلندر حتى نطحنها مع الشوربة ونحصل على كل هالخليط. سر الخلطة بهالطعم الطيب. أنا هون إذا لقيتها شوي سميكة ممكن زد لها شوية مي لأنه البطاطا والجزر. يا سلام ما نخليها، نخلي دايما سميكة شوية حتى نحن عم نرشفها نتلذذ فيها. نستعمل شوي على السرعة القوية. يا سلام هون خلصنا طحن الشوربة الشهية. هون انتبه دايما ما نوسخ، نحافظ على النظافة، النظافة كتير مهمة. كمان نحن بهالوقت عم نجهز الشوربة. عنا هون نحن عصير الليمون لحتى نصبها قد ما بدنا، وطبعا هون رح يكون في عنا الكاسة لحتى نسكب الشوربة الشهية. يا سلام الفرن عم يزمرنا حتى يذكرنا انه ام علي بالفرن. عندنا هون الحامض او الليمون فينا نحط له. يا سلام هالسر الخلطه بتشهي. كمان عندنا هون خبز المحمص، خبز المحمص الشهي. هيدي عندنا الطبق الاول صار جاهز. وهوني بدها شوي صغيرة بعد دقيقتين تقريبا، ونحن رح نباشر بالطبق الثاني بيت دود باشا. دل شفنا المكونات رح نبلش نفرم نحن البصل جوانح بهالطريقة. دايما بننتبه نحن على أصابعنا، واسطة السكين يكون مسنون كتير منيح. كمان نحن هون جهزنا كمان حتى نباشر بتحضير داود باشا يخني داود باشا. أكلي طيب كتير. أنا رح أضيف هون الصنوبر حتى يحمر. كمان بنجهز النار نعطي الحرارة المطلوبة. دايما بس نحط الصنوبر مشاهدينا تأكدوا ما يكون الزيت حامي، خلي هيك الزيت حامي حميوته خفيفة حتى ما يحترق الصنوبر. هون نحن بهالوقت كمان رح بلش جهز باذنجان أو مدعبل حتى نضيف مع طبخة الدود باشا. طبق كتير شهي، والطبق كمان فينا نستعمل فيه بطاطس وباذنجان. يعني ما نحط كمية كتير من اللحم، هيك إذا كانت العيلة كبيرة بيبرك معنا
دائما سر الخلطة انه نوفر ويطلع شيء طيب ومميز جدا. هون باذنجان او المدعبل بنقطع الى قطع، ممكن حط بالدقيق وممكن بلا دقيق. نحن عنا هون حمينا الزيت، خليه يحمر مزبوط، كله جهزوا قدامكم، بيطلع عندكم الطبخ كثير سهل. هون شفتوا كيف الصنوبر بلش يحمر؟ بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح ضيف بصل، هونكين البصل، نقلب كمان هالمزيج. يا سلام البصل مع الصنوبر باذنجان. كمان نحن عنا البطاطس، وهون معلومة كمان لستات البيوت كتير مهمة، إذا نحن عم نقطع البطاطا نعمل حرف صغير، هاي ما تكبوها، فينا نستعملها بالقلي، فينا نستعملها غير شيء، بس حبة البطاطا ما بتهز تحت إيدنا، نعملها قاعدة ثابتة. هون كمان لحص البطاطس الى مربعات، كمان حتى كمان نقدمهم بهالطبق. البطاطس بتبرك قد ما بدنا، فينا نزيد خفيف لحمه، كمان نحن فينا كمان نضيف لحمه مفرومه مع الملح والفلفل. هون بنلاحظ كيف الباذنجان عم ينقلى، نحنا بدنا نحمره، رح نشوف كيف اي ساعة بدنا نضيف الباذنجان. هون نحنا بدنا نضيف اللحمة، اللحمة طبعا لحمة مفرومة، في نوعين من اللحمة، نحنا فينا نحط اللحمة هون سادة ملح وفلفل، فينا نضيف عليها بقدونس وبصل، بس بما انه بصل موجود بقلب الطبخة ما في لزوم نحط بصل بقلب اللحمة. إذا حابين تكون لحمتكم زي لحم الكباب مع البقدونس والبصل ممكن، بس خلوا لحم سادة مع الملح والفلفل. نحن هون ضفنا البصل، وأنا رح ضيف كمان اللحم المفروم الناعم. يا سلام، هون كمان بدي أقوي شوي النار، هون النار نحن منسيطر عليها. وهون كمان نحن في عنا ورق غار او ورق اللوري، رح نضيف مع الطبق. كمان سر الخلطة انه نضيف عدة اضافات فيطلع عنا اطباق شهية ولذيذة. اسمعوا صوت الطبخة كيف مبسوطة. هون كمان نحن رح نضيف مكعبين من مرقة اللحم حتى تعطيها نكهة ومذاق رائع. هون البطاطا كمان رح اقليها مع هالمزيج. طبق سهل وسريع وشهي، بس نحن دائما لازم نعطيه سر الخلطة نعطيه حقه. دائما مشاهدينا سر الخلطة نعطي هو دائما الطبق حقه، نعطيه نعيش معه، نفوت بقلبه، نطلع فيه، نغازله، نحبه. خلينا ناكله مزبوط مش هي. هون كمان نحن ملعقة كمان. يا سلام، كمان بهالوقت نحن رح نبلش نضيف المية. هون نحن ممكن نضيف صلصة الطماطم مطحونة، أو ممكن نضيف كمان معجون الطماطم. هون أنا رح نضيف صلصة البندورة، كمان رح نعطي عطر. سر الخلطة مشاهدينا دايما نحن بما إنه برنامجنا اسمه سر الخلطة،
نعطيه للطبق حقه. سر الطبق اليوم رح نعطيه النعناع الطيب، ريحته حلوه كثير، غسلينه ربطينه بحبل خصوصي للاكل. رح نضيف هذا النعناع تيوزع حنانه، عفوا تيوزع طعمته الطيبه بقلب هالطبق. واكيد الفلفل الاسود، كمان هون الملح، وبهار حلو، ممكن رشة قرفة، كلها منكهات حتى نحصل على طبق شهي. نحن بهالوقت ريحة القرفة، بهار الحلو، النعناع رشة تعطي هالطعم، اللوري، ورق اللوري أو ورق الغار. نحن بنسكر الغطا، بنحركها من قتلة تانية. هيدا الغطا، هيدا الغطا. هون نحن جهزنا كمان مصفات. فين المصفات؟ المصفات هي هنا. هون كمان رح نستعمل كبشة. شفتوا باذنجان كيف عم يتقلى؟ فينا نقليه بلا طحين، وفينا نحط له طحين او دقيق يعني هون حتى يشقر. ونحن الباذنجان بنضيفه باخر طبق هون. يا سلام اهل باذنجان الشهي، حركات بهالطريقة. بنحطهم بنصفاية او محارم نظيفة. هون رح نطفي النار. هون لاحظنا كيف عم تغلي ريحة النعناع. طبعا هالمنكهات كلها عاطية هيك ريحة بتفوت لجوا على القلب مشاهدينا، بنحس حالنا بس نطلع فيها ما نبلش فيها هي بسخنة. بس نحن رح ننطرها شوي صغيرة بعد. هون في عندنا نحن الرز، رح نقدم مع الرز الأبيض وممكن الرز مع شعيرية. هون عندنا هالأطباق، نحن أكيد ست البيت رح تسلق الرز. وهلا قدم المأكولات. وهون كمان ما ننسى في عنا أم علي بجبنة الموتزاريلا في الفرن. يا سلام. أوه لاحظوا الجبنة انتبه دايما ما نحرق ايدنا، وخاصة شوفوا هل شكل الحلو، سر الخلطة بقلبها، الجبنة اللي دابت بقلبها، هالمنظر الحلو. شوفوا هلا منظر نحن عم ناكلها، نحس بطعم جوز الهند، بفستق الحلبة باللوز، فعلا مذاقها كثير رائعة، لازم تجربوها، وخاصة مع جبنة الموتزاريلا. هون عندنا طبق داوود باشا. صار جاهز. هون اللي بحب يزيد كمان خبز مقرمش مع الشوربه. شوفوا شو هالمنظر الحلو. انا رح اقدمها بقلب المقلاة او بقلب الكاسرول، شكلها بشهي. رح شيل النعنع اللي ربطناه هون من قلبها، ولا اللي استفدنا من الصلصة طبعا او من البرفيوم طبعا من العطر. هون الباذنجان رح ضيفها كمان بوسط اليخنة الطيبة، يعني اللحمة كرة لحم مع الباذنجان او المدعبل مع البطاطس مع الصلصة الطيبة. والأسرار الخلطة اللي شفتوها اليوم، حيكون عندنا اليوم ثلاث اطباق مثل ما شفتوا مشاهدينا، ما اخذوا معنا وقت كثير، 45 دقيقة، اخذتوا فكرة كثير حلوة حتى تعملوهم وتجربوهم بالبيت وتتلذذوا. ودائما من سر الخلطة
شيف ريتشارد كنت معكم، بتمنى لكم ألف صحتين وإلى اللقاء.